على مستوى السلع، فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وأيضا العملات الرقمية خلال تعاملات الخميس. وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 0.58% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 101.75 دولارا للبرميل الواحد. ووصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تداولات الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الصادرات الأمريكية. أما على مستوى المعادن النفيسة، فقد صعدت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليرتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.68% عند 1773 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع مؤشر الدولار مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول غدا الجمعة. على صعيد العملات الرقمية، فقد حققت مكاسب جماعية خلال تعاملات اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 0.97% عند 21,000 دولار فاصل 660. في سياق ذلك، أعلنت لجنة أبو ظبي للبلوك تشاين وأيضا الأصول المشفرة إنها تدرس إطلاق استراتيجية خاصة للبلوك تشاين والأصول المشفرة لما يتماشى مع استراتيجية الإمارة الاقتصادية. أكدت اللجنة في بياننا اليوم الخميس أهمية تنظيم نشاطات البلوك تشاين والأصول المشفرة مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف تأسيس اللجنة إلى تحسين تنافسية إمارة أبو ظبي في مجال البلوك تشاين والأصول المشفرة وجذب المزيد من الشركات إلى أبو ظبي.